وعلى الحلم وعلى الصبر وعلى حسن الأخلاق.
أصبح اسمك الجميل صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى الناس في النبي وفي أخلاق النبي هذا الإسلام صحيح، رأوا في شخص النبي الإسلام صحيح، وفي سلوك النبي الإسلام صحيح. حين نفذه النبي صلى الله عليه وسلم أولا على نفسه ثم بعد ذلك أمر به أصحابه صلوات ربي وسلامه. إلى ما حدث في صلح الحديبية حتى ظهر في مكان أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأعلى في هذا الكتاب. في صلح الحديبية ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الشروط وتلك المبادئ التي وضعت بين المسلمين وبين قريش، حتى أن تلك الشروط قالت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعود إلى المدينة في هذا العام دون أن يؤدي العمرة مع أصحابه، وينقل إلى هذا وينقل في هذا العام إلى المدينة ويأتي في العام المقبل ليؤدي العمرة مع أصحابه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يحروا الهدي بل حروا الهدي ثم يتحللوا إلى الإحرام، أمر بأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بصحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يتوقعوا في تنفيذ هذا الأمر. من الذي أمر؟ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.
بشرك وهو وحيا يا رسول الله وبعيد بباب البصر صلى الله عليه وسلم ولعذلك لم تكونوا الا حقا ولم تنطق بنا بكل طيب يا رسول الله لقد تعالى احد على قومه شوف سيدنا عمر بن النبي وما نجمت في طلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
وأن يريد حربه وأن يريد سبيل من يجري شريفة شرعه